لك من المآسي اللي نعيشها موضوع جائحة الفساد. ودولة رئيس الوزراء أول ما إجا كان وضعها من الأولويات. طبعاً إحنا ما نقدر نغير في ليلة وضحاها، بس أنا أقول لك فارق أساسي اللي دا يصير بهاي الميزانية. هاي الميزانية أولاً مال 3 سنوات وليس مال سنة، وكل سنة نروح إحنا أو الحكومة تروح للبرلمان وتوقف وثلاثة أشهر أربعة أشهر يتعطل البلد ميزانية ماكو. هذه الحمد لله راح تنطينا في الستيبلتي. هاي الميزة الأولى. الميزة الثانية أخذنا بعين الاعتبار مواضيع كثيرة أساسية، موضوع الفقر. هذه من الأشياء إحنا ما نقدر نطور أي بلد وعندنا مواطنين بهالكم وبهالعدد هم دون خط الفقر، لأنه أي دولة هذه بالحقيقة هذا أي نوع حكم اللي يقبل مواطنين يكونون بهذا، فزاد العدد عندنا بشكل كبير. الشغلة الثالثة المميزة والمهمة جدا أنه خلق الصناديق، وهاي المرة الأولى اللي يصير بها صناديق حقيقية للتنمية. هناك صندوق التنمية العراق اللي حنتكلم عنه إن شاء الله، هناك صندوق جديد اسمه صندوق المحافظات الأكثر فقرا. طبعا التسمية شوية رح نغيرها إن شاء الله، بس هذا عمود نقرب الصورة إلى الناس. وهناك عدد أخرى من الصناديق التي تم تفعيلها أو سيتم تفعيلها. الهدف هو كان مثل ما تفضلتي، كانت المشاريع دائما تطلق بطريقة أنه يصير تمويلها عبر أجزاء معينة. الآن فكرة الصناديق هذه أنه يكون عندنا تنمية مستدامة بأي ذات قدرة أنه تستمر بصعود أو بنزول النفط، وهي التجربة الأولى خلينا نقول في العراق بهذا المجال. توقفت عند كلمة خط الفقر، حزت ببالك سيد النجار؟ يعني مع الأسف إحنا بعراق الخير وأكو نسبة فقر كلش عالية. نعم. إذا بدنا نتكلم بعدين راح نجي على الفقر، اليوم كنسبة إنجاز للمشاريع شقد تحتاج لها؟ ما يقارب 15% من المشاريع التي أنجزت، يعني ما يقارب كموازنة 2023. كرقم إحنا ما ننسى أنه أكثر من 300 مليار قيمة المشاريع أو أكثر متلكئة مشاريع بالعراق شابتها ملفات فساد كثيرة كارثية مع الأسف. يعني بالحقيقة كثير من هاي المشاريع المتلكئة الآن تم إطلاق جزء كبير من عندها، وجدنا لها تمويل ضمن الموازنة. لا يمكن أن نرجع نطلق 300 مشروع اللي قسم من عندها حقيقة ما له قيمة حقيقية للاقتصاد، وتم في وقتها وضعه بطريقة عشوائية. إذا تجين تسأليني، احنا نعتبر العراق هو جائزة للعالم بمشاريع تصل الى 400 مليار دولار. اساس خلينا نقول العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة اللي هو بالعشرين سنة الاخيرة حقيقة تعب ذبل، هو نحاول نعيده على اسس قابلة للديمومة الاقتصادية.